لقد كانت مواجهة عظيمة بين لوط وقومه والملائكة. أي متعة حقيقية في قصص الأنبياء، وأي فائدة عظيمة وعبر وتعاليم من سيرتهم وحياتهم. وسيستمر الصراع أبد الآبدين بين الإيمان والكفر، ولن يترك المنافقون المؤمنين لينعموا بدينهم وعقيدتهم. ستظل الحرب مستمرة إلى يوم القيامة. وماذا بعد؟ طلب جبريل من الله عقابهم فأمره بردهم، وضرب جبريل بجناحه على أعين هؤلاء الفسقة فطمسها. أصبحت ضريراً. أين أهلي ومالي وملذاتي وشهواتي؟ وقال لوط لأهله: إن الله أمرني أن أسري بكم، وقد وعدني الله بالنجاة أنا وأهلي إلا من أصر على الكفر. قالوا عن عذاب قوم لوط: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن، وكن 7 مدن بمن فيهن من الأمم. الملائكة أصوات ديكهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم،
إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهكذا كانت نهاية قوم سدوم. وماذا فعل سيدنا لوط بعد ذلك؟ وعاش لوط يدعو إلى الله تعالى، وأعطاه خليل الله المال والعبيد والماشية لتساعده وتقويه على مواصلة دعوته لتوحيد الله في الأرض. وماذا عن السيدة سارة؟ فرحت بولدها إسحاق عليه السلام، وظل إبراهيم يردد قوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فلقد أنجبت سارة ولدها إسحاق بعد أن تجاوزت 90 من عمرها. وهكذا يا أبنائي إرادة الله، إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون. وهكذا عاش إسماعيل مع أمه هاجر، وكان في 14 من عمره، وكأنه في 20 من عمره، بعد أن جاءت قبيلة جرهم وسكنت بجوارهم لأجل الماء الذي ما تعودوا على وجوده في ذلك المكان. وكانت هاجر تحب الأنس بالناس، قد جاورنا إسماعيل وأمه هاجر فما وجدنا منهم غير الكرم والجود وحسن الجوار. لقد جب إسماعيل وأخذ يدرب الخيل المتوحشة ويستأنسها ويدرب الفتيان عليها. لقد من الله على السيدة هاجر وولدها إسماعيل بمعجزات كبيرة. لقد تفجرت الأرض من تحت أقدام إسماعيل بماء أحياهما قبل موتهما. ألم تقل هاجر إذن فلن يضيعنا؟ لقد من الله عليهم واستجاب دعاء خليل الله عليه السلام. إلى هنا وصلنا إلى هلاك قوم لوط، قوم سدوم، وهلاك امرأة لوط، واستقرار هاجر وإسماعيل في مكة، وميلاد إسحاق عليه السلام، وفرحة سارة وإبراهيم به. قل يا شيخنا قل. وعفوا، فلقد أرهقناك كثيرا. لا لا يا ولدي، فأنا لا أكتم علما علمني الله إياه. ولقد قال تعالى في محكم آياته: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم،
وانظر إلى خليل الله عندما قال لهم: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد صدع الخليل بالحق في المواجهة، ولم يجامل ولم يداهن وهو يرى هذا الضلال المبين. لقد جاهد إبراهيم لهدم الباطل في القلوب، وهاجر من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، لم ييأس ولم يتخاذل. كان إبراهيم عليه السلام يذهب بين الحين والآخر إلى مكة للاطمئنان على هاجر وإسماعيل عليه السلام. إنه النبي، الأب والزوج، الذي يصبر على فراق ابنه وزوجته طاعة لله جل وعلا. ما زال يذهب ليطمئن عليهما، عسى الله أن يجمعه بهما في الآخرة. هذا ما فعله إسماعيل بنا وبالخيل، فلقد تدربنا عليها وأصبحت مستأنسة للغاية. غير إسماعيل عليه السلام في طبيعة المكان الموحش، فلقد أصبح فيه ماء وزرع وخيل، وأصبحت فيه مياه بفضل دعوة مباركة من أب الأنبياء خليل الله: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. تأخرت علي كثيرا يا يوحى. نرجس، أين أنت يا يوحى؟ من أخذك مني فلم تعد تسأل عني؟ أكرهك لأبي لوار؟ هو ما جعلك تفعل بي هذا؟ لقد آمنت بالله يا نرجس. بالله؟ من هو الله؟ الله الخالق الرازق، الله الذي خلق الظل، الله الذي خلق البحار والأنهار، الله الذي خلق الشمس والقمر والكواكب، الله لا شريك له في ملكه. ما هذه الكلمات الجميلة عن إله لم أعرفه من قبل؟ آمني يا نرجس، آمني، قولي لا إله إلا الله إبراهيم نبي الله. إبراهيم؟ أهو ذلك الرجل الذي دخل النار فكانت بردا وسلاما عليه؟ نعم، ولن تصيري لي زوجة حتى تؤمني بالله وتوحدي به. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم نبيه ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ووصل إبراهيم إلى مكة وقابل هاجر وإسماعيل، وساعد إسماعيل بصلاته خلف أبيه النبي. ونام إبراهيم من ليلته، وجاء البلاء العظيم، حيث رأى في المنام
أنه يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. ماذا يفعل إبراهيم؟ أيذبح ابنه البكر؟